المهندس سلطان الجهني المملكة العربية السعودية. أتمنى لفي كي إم كالري في بوناني خصوصا المدرس بابيتن والطلاب حظا موفقا بمناسبة احتفائهم بمرور 40 سنة على مدرستهم. I wish في كي إم كالري in بوناني especially the teacher بابيتن and the students all the best for their 40th year anniversary and celebration. Engineer Sultan Al Juhani from the Kingdom of Saudi Arabia.